نزرع هدر تم اغتنامه قبل أبية العمالقة. الله أكبر عايش تسمه هدرة الحوثيين. هل يا غنيمة من جهة أكبر في هذا المكان هي قوات العمالقة بقيادة أبو زرع المحرمي، وقد قمنا بدحر العدو وقد ولي هارب كالفئران. هذا شوفوا أمامكم ماذا تركونا من غنائم، ماذا تركوا من هذه، لأن هذا إحنا مع حلب عن الحق وهم معهم الباطل. شوفوا الولاية العمالقة ماذا عملت وماذا فعلت. المزايدة على الولاية العمالقة هذه موجودة في الساحة وفي الأرض، أجاؤوا في سبيل الله مجاهدين، مجاهدين في سبيل الله. إلى مديرية الدريهمي جنوبي مدينة الحديدة، وعلى بعد كيلومترات قليلة من وسط مدينة الحديدة، وصلت قوات ألوية العمالقة والمقاومة الوطنية والتهامية. في الطريق نجحت القوات في تطهير معظم المناطق من ميليشيات الحوثي الإيرانية. زحف سريع وهجمات مباغتة لم تصمد الميليشيات أمامها، فكان مصيرهم بين قتيل وجريح وأسير أو هارب لا يعرف إلى أين الوجهة. بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل الأبطال ألوية العمالقة بقيادة أبو زرع المحرمي، تم تطهير هذه المناطق كامل إلى مدينة الغليفقة. يعني هذه المدينة تقرب عن الحديدة ما يعادل 15 كيلو. وبوصول قوات المقاومة المشتركة إلى هذه المنطقة تكون ألوية العمالقة قد أسقطت الجزء الأكبر من الدريهمي، واقتربت من مطار الحديدة الذي يبعد عن مواقع المقاومة بضعة كيلومترات. عمليات تمشيط واسعة تنفذها المقاومة لتطهير بقايا جيوب ميليشيات الحوثي، في حين تشهد الجبهات المحاذية للشريط الساحلي المحرر مواجهات مع ميليشيات الحوثي لتأمين القوات الزاحفة نحو الحديدة. 15 كيلو ما بين نوصل لمدينة الحديدة وتوصل الضرب النيران مطار الحديدة، وإن شاء الله الآن لازم نحسب اليوم كامل المعركة إن شاء الله، ولازم تأخرنا بتطهير الألغام بالعبوات. أسلحة خفيفة ومتوسطة وثقيلة خلفتها ميليشيات الحوثي وراءها بعدما فرت من هذه المناطق تحت وقع نيران قوات المقاومة. أما فرق الألغام التي ترافق هذه القوات في كل منطقة تسقط بيدها نزعت كميات من الألغام. ما يدور قرب أبواب الحديدة انعكس رعبا وارتباكا على مسلحي الميليشيات في مدينة الحديدة، فقرر كثير منهم الهرب. الصور الحصرية لسكاي نيوز عربية من داخل المدينة أظهرت غيابا للمسلحين عن عدد من شوارع المدينة وتفرغ كثيرا منهم لعمليات السلب والنهب. مصادر يمنية رجحت أن الميليشيات سحبت نقاطها ومركباتها ودفعت بهم إلى الجبهات الأخرى بعد تكبدها خسائر كبيرة في الحديدة. عمليات عسكرية سريعة ومباغتة تنفذها المقاومة اليمنية في مناطق الحديدة، واقترابها من مركز المحافظة أسفرت عن انهيارات متسارعة في صفوف ميليشيات الحوثي التي باتت تدرك أن هزيمتها مسألة وقت.